جمعية الكتاب المقدس بتنظم حفل ميلادي اللي راح يتم اليوم على مسرح اليونسكو ب 10 ديسمبر. راح تحيي هالحفل المرنمة كارلا شمعون، هي موجودة معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك كارلا، شرفتينا. ثانك يو. معنا كمان السيد مايك بسوس، أهلا وسهلا فيك مايك. ثانك يو. أهلا وسهلا فيك حضرتك أمين عام جمعية الكتاب المقدس. بدنا نحكي عن كل تفاصيل الحفل، ولكن قبل بدنا نتعرف للمشاهدين اللي ما بيعرفوا عن جمعية الكتاب المقدس اللي هي من أعرق الجمعيات اللبنانية. لمحة عنها إذا بتريد. Thank you رولا على استضافتكم، لأن ودائما MTV عم تفتح بوابة لتعرف أكثر الناس عن جمعية المقدس وعن نشاطاتنا وعامة عن نشاطات الكنيسة اللي عم بتصير بلبنان. جمعية المقدس من أقدم الجمعيات الموجودة، من 1820 بلش العمل في لبنان. سيروا 200 سنة. سيروا 200 سنة. 1950 هو أول مجموعة لبنانية اللي أسست الجمعية، فكان دائما قبل تحت غطاء إرسالي. فمن 1950 رسميا اللبنانيين عم يستلموا هالعمل، ومطلقين رح يصيرنا تقريبا هلا فوق ال 65 سنة. وفكرة الجمعية هي مجتمع نحن بنسميه أكثر من جمعية، هي إنه نعود هالجيل الجديد يعيش على أسس رسالة الإنجيل المقدس. يعني ما نفكر بكتاب مقدس كشيء بس للكبار بالعمر ولا شيء بخوف ولا شيء صعب نقرأ. تتوجهوا للجيل الصاعد أكثر بتصور. تركيزنا دائما على الجيل الصاعد، حتى الناس هالجيل الجديد كمان يكون قادر إنه يفهم رسالة ربنا له، ومن خلال قراءة الإنجيل من خلال عيشه للإنجيل. فالاحتفال اللي بنعمله كل سنة، وأنا تذكرت أنه من سنتين كمان كنا عندك واستضفت كمان للاحتفال الميلادي مع مرنم برازيلي اسمه أساف بوربا. لكن كمان بنحب نشجع قد ما فينا المرنمين الوطنيين المحليين، لأنه كل مرة بنجيب شخص من برا بدنا دائما ندعمه بفريق عمل لبناني. هالمرة ارتقينا وبعد ما تسمعوا صوتها لكارلا. ليش اخترتوا كارلا بالذات؟ هلا كنا عم نسمعها تحت الهواء، صوتها رائع، ولكن أكيد في مواصفات أخرى جذبتكم. أول شيء نحن كارلا أول شيء بنت كنيسة، هذا بالنسبة لنا كثير مهم. ثانيا هي من جزء فريق صبية، يعني من هالجيل اللي انتم عم تتوجهوا له، فهي قادره انه توصل. بعدين بنت البلد، يعني ساعات عم نجيب اجانب عم بيكونوا رائعين. بيدرو أستاش كان السنه الماضيه معنا، هو وميشيل فاضل، هدول رائعين وبيجوا بكرسوا وقتهم، لكن دائما ابن البلد قادر انه يوصل الرساله الميلاديه بطريقه فعاله اكثر لاولاد البلد. ف ما رح احكي كثير عن اختيارنا لكارلا، لانه بس تسمعوا صوتها لكارلا رح تعرفوا ليش. رح نعرف رح انتقل لبنت البلد. كارلا، انت بلشت تغني من عمر كثير صغير، عم نحكي 6 سنين. يعني جو الفن كان موجود بالبيت، واكتشفتي موهبتك بعمر كثير صغير وطورتيها، ولكن اخترتي اختصاص جامعي كثير بعيد عن الفن اللي هو الاعلام. صح. ليش ما تخصصتي بالموسيقى؟ يعني انا اول شيء ما كان بدي يكون هذا اختصاصي، لانه يعني أهلي ما كانوا بحبسوا، مع أنه نحن كتير عائلة موسيقية، بس مين الكنيسة، يعني ما كان حدا عم بيشجعني فوت بدومين الفن خصوصي بلبنان. فاخترت شيء كمان بحبه اللي هو الإعلام. وبس خلصت كمان عن باراليل مع أكيد كل أحد ترنيم بالكنيسة وكل إيفنت الكنيسة بكون هناك، تعرفت على برودكشن هاوس اسمه 116. نعم. وبس تعرفت عليهم قررت انه بدي، لا مصره انه بدي ارجع افوت وخد التجربه الفنيه. هون قررتي تحترفي الفن لما انضمي هلا؟ كرستي كل وقتك، يعني تفرغتي كليا لمشاركتك او تعاونك مع هالشركه. مزبوط. فبدنا نسمعك عم بتغني لايف عنا بالاستوديو، ولكن رح نشوف مقطع من فيديو لك قبل. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقت آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك أنت ملا أنت؟ تذكر آخر سهرة سهرت عني، تذكر
الروائع السيدي فيروز، اعطونا فكره شو راح نسمع الليله بالحفل الميلادي، كيف راح يكون الريبرتوار؟ الليله الريبرتوار كثير متنوع، في عندك كثير لغات، في عندنا انجلش فرنش لاتيني عربي، ونوع الاغاني كمان كثير سبيشال، يعني ما بتشوفيه بحيال ريسيتال مش بس الميلادي. اغاني ميلاديه يعني كمان اغاني كلاسيكيه كلنا بنعرفها وبنحبها، يعني كل شيء كثير قريبه، اذا مش ميلاديه بيور كثير قريبه، يعني عندنا مثلا لجوليا من ألبوم ميلادك كان تقريبا غنيتين، هذا الشيء مش كثير بنسمعه بالريسيتالات عادة. نعم. بس أكيد جو ميلادي يعني بكل الريبرتوار، وفي فرقة موسيقية أكيد ميلادي وطني. وخلينا نقول إنه كارلا، هلا عرفتوا ليش اخترنا كارلا؟ نعم. بعد ما سمعتوا صوتها ونوافقكم الرأي. وكارلا مش لوحدة، رح يكون في حوالي 16 ميوزيشن معها على الستيج، وفي بالآخر عاملين كنا عم نقول سربرايز هلا طلع على التي في بس في كورال اولاد رح يكونوا مع حوالي 20 ولد باخر ترتيلتين او ثلاثه، يعني اجواء ميلاديه بامتياز. وبدنا نذكر انه كل هالاشخاص من كارلا وجير كلهم متطوعين، يعني فولونتيرز عم بيجوا يكرسوا وقتهم وتمرينهم وموهبتهم لانجاح النشاط يلي بيعود ريعه لاهداف جمعيه الكتاب اللي هي المبادئ اللي انتم عم تنشروها بجمعيه، والبرودكشن هاوس 116 يلي بيقوده لوسيان سلوم هو. نعم. جزء من البايبل سوسايتي جروب بنسميه، هو بينطلق من مبنى الجمعيه، فكل اهليه محليه، لكن نحن بدنا نشدد على روحيه التطوع يلي هالشبيبه عم بتقول اللي جمعتكم كلكم سوا بهالتعاون. واكيد بدنا نذكر المشاهدين هذا حفل خيري بيعود ريعه اكيد لتحقيق اهدافكم ونشاطاتكم بجمعيه الكتاب المقدس. بدنا نسمعك عم تغني لايف اكيد بليز. رح غني لكم شيء عملناه last year ب 10 ديسمبر كان cover like Christmas. نفس النهار بالذات النهار من سنة. تفضلي كارلا. الميوزك ماينس 1 سو كثير حلو كارلا، هيدي تيست او هيك لمحه عن شو ناطرنا الليله. بطاقات وين بنلاقيهم؟ الانفيتيشنز هي دعوه مفتوحه للجميع، بس يتوجهوا على اليونسكو الساعه 8 واهلا وسهلا بالجميع. الحفل ببلش 8 المساء اكزاكتلي شارب، ويمكن يكون عندنا سربرايز ثاني اليوم عشان بس ما راح احكي عنه اليوم. شكرا لوجودكم معنا السيد مايك بسوس وكارلا شمعون، بانتظار حفل الليله وكل اعمالكم ونشاطاتكم القادمه. اهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم. واقفه مشاهدينا وام تي في لايف بكمل، خليكم معنا.